رجعت يا خلانوسة. مبوط عليها. انت اللي عزيت نفسك محكومة. انت اللي عزيت روحك. اوعي تنسي نوسة يا مصر. يا مصر اوعي تنسي نوسة. فارغ الصبر. ايه ده وانتي سامعه عني؟ طبعا. طب بصي اعملي كل اللي انت عايزاه بس والنبي وديني الحمام. طب روحي بس غيري هدومك وانا هوديكي مطرح ما انت عايزه. في حمام قريب يعني؟ اه بس روحي. طيب طيب. تحبان. هو سيبني ده في المبوله؟ مبوله؟ حمام. اه طبعا فيه. وديني. انت اسمك ايه؟ اسمي ناديه وبيطلعوني يقولوا لي يا نقه في البيت. طب والنبي يا نقه دخلي الحمام. عارفه يا خالتي كنت جايه لك بس الحكومه سبقتني. دخلي الحمام يا نقه. وانا عمري ما اخش الحمام. الهي ربنا يسترك تفكي عقليتي. فكينا يا نيتا انت الارض بدل ما افكها على الارض. طيب اخر الدور قايلين. انا يا خالتي يا خالتي. يا خالتي يا خالتي. بحب عمري وعشق الحبات شقوا. اوعى تكوني فاكراني لوحدي. الواد زمايكا كان محسور قوي. جبتلكوا بالصيبة وانا اقول النسوان بتخلص من البلد اتاريكم مصرفين هنا. جات لكم اللي هتربيكم. ست واصلة ومخاوية يجي 20 عفريت من اللي شفته دلوقتي. انت هتخوفيهم مني ليه هم 19 بس؟ ده انت ستك واصلة لحد هنا يا خالتي. في الباب. صل على الله. اهلا اهلا اهلا. ازيكم يا نسوان يا رمة؟ شكلكم متمرمغين في الفراش. اكل العيش مر يا خالتي. اكل العيش؟ وانت بنت شبكه ولا سناره؟ سناره يا خالتي سناره. هشيلهم لك ان شاء الله اللي بتلعبي بيهم دول ان شاء الله. وانتي؟ داني. اه يا بكده يا معفنه. وانتي؟ منوعات. كله على كله يعني. اه الله يخرب بيكم فتحتونا في شارع الجامع الدول العربيه. ما بنزلوش ده شارع الهواء. قال يا كدابه. طب انا هغلب نفسي ليه؟ كده متر وعشرين سنتي. كده راحوا ال 20 سنتي. طب اوديهم فين؟ معايا 19 عفريت. لو ناموا هنا هيرسموا على النسوان دي، ولو ناموا هنا النسوان دي هترسم عليهم. بصوا كل واحد بقى نام جنب اخوه على بعضيكم لحد ما اشوف لكم حته واسعه. اه استنوا ولا اقول لكم؟ يلا يا مرة نسويها من هنا. يلا من هنا. سيب من هنا ما تبصش هنا تاني. يلا يلا اتحركي اتحركي. يلا المكان مكاننا والسجن سجننا. براحتكم. مكاننا ايه يا ابنيه اللي انت بتعمليه ده في الناس؟ ما تخافيش انا ما اخافش يا دلعات. يلا لم عفريتك واقعدي على جنب. الله طب هم جابوا سيرتي بتجيبي سيرتهم ليه دلوقتي؟ ده اصغر واحد ينزل يململي. الشوايه اللي بتعمليهم دول ما يخلوش عليا. شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انت شوايه؟ يلا يا ولية انت وهي كل واحد على سريرها. يلا ناموا. شرفت طبعا مهدكيا تقدم بلاش. كان بقالك يومين مخفي فين؟ ها؟ شارب سد الحنك ولا ايه؟ ما بتردش؟ والواد ظهره واقع كده ليه؟ ما يخرب بيته الكونترباص كل ظهر الواد. Thank you.
فودة، ابقى اعمل لي يد ماسك للسان عشان اعرف اتكلم مع الراجل اللي بره ده. بلاش فضايح وتنام وانت ساكت، وتنزل الصبح بدري قبل ما الراجل يصحى. يا عمي اول ما هينام انا هخلع. الله يخرب بيت مسكاتك. ولا اصلك ولا جايه منين ولا بنت مين؟ مين اللي هيجي لنا الساعه دي؟ حمدي وبين انه شارك. انت خايفه منه كده ليه؟ انا خايف منه ليه؟ دي ساعه حد يزور فيها حد يا حمدي؟ عايز ايه؟ عاوز اشحن الموبايل. مش هفتح، انت بتستهبل. افتحي له يمكن ما معهوش شارجر. لو ما مشيتش هبلغ البوليس. هتسجني ابن خالتك عشان بطاريته فضيت. انت صحيح هتتجوزي الجدع اللي اسمه تيمور ده؟ ايوه ماما موافقه. واللي عندك اعمله. لا بقى عندي كتير، وبقابليني لو الفرح ده تم. يلا يا حلوه تبقى نبدا تمارين الصباح، وكل يوم من ده مش نقعد ناكل ونفشول في السجن. يلا جاهزين؟ يلا قبل اي حاجه هنفك الجسم. الحامل ما تفكش معانا تتعب. يلا يلا فكش الجسم. يلا يلا الست الست نفس عميق خدوه وما يرجعش تاني. يتكتب يلا 1 2 3 اهو. 1 2 3 4. فكرك هنفضل كده؟ لا لازم نرجع نقول الناس ايه في الشارع جننا. يلا نرجع 1 2 3 اهو. 1 2 3 4. فك الست. يلا 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 يلا. دلوقتي بقى تمرين مهم عشان الظهر. ها كلنا عارفين يا حلوين ان الظهر فيه عمودين فقريين، واحد هنا واحد هنا. احنا ننزل عشان نفكوه، بس المطلقه ما تنزلش معانا، فاهمين؟ يلا 1 2 3 4. ما نزلتوش ليه؟ كلنا متفقين. شال يا ولاد يا ولاد انا ناقصاكوا على الارض. يلا نزلتوا نقسم التمرين ده على السباحه. يلا 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 يلا. اللي تابع اختها بسدها. يلا 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 يلا. نطلع تاني ولا الناس يقولوا علينا اتجننا بنعوم في الاسفلت؟ يلا 1 2 3 4. 1 2 3 4. انا فك الجسم تاني كده عشان الجسم يفرفش. دلوقتي بقى نعمل تمرين العضله اللي هنا اللي في الخد ده. الخد ده فيه عضله لما تكبش كده تفوق. يلا 1 2 3 هوبا. 1 2 3 هوبا. اسمع الالم. 1 2 3 4. 1 2 3 هوبا. يلا 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 يلا. فكوا يلا تمرين اللسان. اللسان مش للراضي وخلاص ودي قالت ودي عادت. ها فكوا عضلة اللسان. انا قريه ام فاروق. ايه يا زاد انت مستولي على الصخرة؟ انا هقول مالك الشباب. قريه يا ولادي مسكنة الواحدة في السجن ليه؟ بلا واحدة بلا اي بلا دماغ وقال يا سلام. لا ده انا لسه لعبة رياضة وعندي باور. انا يهمني الرياضة بلا رياضة ما يخشش على الكلام ده. هقلب القلب يا ام فاروق. قولي ام فاروق. ما يهمكيش ما يهمكيش يا ولية. ما يهمكيش. يلا 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 انتبه السد. خالتي نوسة في زيارة علشانك عند المأمور. عشان انا؟ اه عشان سنوة سنوة سنوة. تعرفي اسمي اللي هناك؟ لو النبي عملت ايه في موضوعي يا خالتي؟ انت هتقولي غبتين بقى وتخنقيني. قلت لك هجوزك يا بنت. الجواز بقى اسهل من المحشي دلوقتي. اسمع من بقك ربنا. بس انت لا دي عايزه رواقه. لا بس شوف ايه منك يا حلو. قمر الله قول يا راجل. انت بتردي ولا ايه؟ مش كفايه اللي جراك اخر مره؟ تعالي يا خاله نوسه. ما هو اللي جرالي علمني، لان المره اللي فاتت دخلت غلط. المره دي داخل البيوت من ابوابها. ابواب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اقعدي بس يا خاله. الاول تشربي حاجه؟ اي حاجه دايت. لا لا دايت ايه؟ انا جايب معايا ازازه شربات بعد اذنك يا فندم يفتحها لنا عشان كل زميلاتها تشرب. واحده واحده عليها يا استاذ ببلاوي. اظن عارفه الاستاذ. هذه المعرفه. ده ابويا. ده زي ابوي. ابوك ايه؟ انا مش هحسسك بفرق السن. انا هاخدك ونجري نجري نجري. الاستاذ ببلاوي جاي عشان يكتب كتابه عليكي. يا ست انت استني. استاذ ببلاوي جايب تسريح من نيابه ومخلص كل الاجراءات. والنبي مخلص. عالجدار عالجدار الفرخامس يا عالجدار ودي قادرها عالجدار. يا ست اهدي. معلش يا فندم المفاجأة خلت الفرحة مش سايعة. مالك؟
بعيط على مخدي البنايه. بتجوز كده ما بعيش حد من اهلي ولا الزمالك ولا حتى المحله. كل ده اهلي مش عاجبك؟ ايدك يا سيد، ايدك يا استاذ مهدي لو سمحت. حاضر، اتفضل مهدي بقى. قول ورايا زوجيني نفسك على سنه الله ورسوله. ايه ده؟ ياه ياه تاني. في ايه؟ تحت باطي بيقوم عليا فجأة. ولازم يقوم دلوقتي. استاذن. انا عايزك لوحدك. مستعجلة ليه؟ يا عم بقى كتير هنقعد لوحدينا كده. يا راجل اتوكس. يلا. طب بعد اذنك يا فندم ممكن تسيبونا لوحدنا؟ اه من حقكم. اتفضل يا استاذ عشان نسيب العرسان لوحدهم. يلا. يلا. احنا بقينا لوحدنا. يا ليل نعيم البلاوي. احنا مش هننفع نتجوز. ليه؟ أنا خايفة عليك. في إيه؟ أنا متجوزة من تحت. من تحت الأرض. متجوزة جنين. واحد في جنوب أفريقيا. في جنوب أفريقيا. طيب يعني بيسافروا؟ يعني دول طيبين مفيش منهم خوف. أنا خايفة من التالت. وده منين؟ من جنوب أفريقيا. الله، وأنت واخدة توكيل جنوب أفريقيا؟ خايفة عليك يا زوكا. الله الله الله، أنت جيت على السيرة يا أحدب. أحدب؟ لا يجوزني إيه وأنا ناقصة رجالة؟ ما كنتش أعرف إن حضرتك مرتبط بيها. إيه تموته؟ موته، لكن إيه اللي عملته؟ لا. أيوه إيه اللي عملته؟ لا يا أحدب أنا اللي هقف. لا 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 يا ولد. يا وسيم البشرات. يا نهار أسود. يا سيادة المأمور. يا سيادة المأمور. النهار السود يا بابا. شفت النسيبة اللي جات لنقة؟ هيجوزونا ابويا. انها هو انا لو خلفت نقة الواد يبقى ابن واخويا؟ انها يلا اهو دل بابا ولا دل حيطة. بابا يا لهوي يه يه يه. ده ايه ده؟ ده 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 يا لهوي يه يه يه. ده ايه ده؟ ده 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 ابوي عايز يتجوزني. ابوك عايز يتجوزني؟ شبكني بكني وهيجهزني. شبكني بكني وهيجهزني. اه يا لهوي يا خرابي يا ندبتي يا وجعتي. يا لهوتي يا لهوتي يا لهوتي يا خرابي يا لهوتي يا وجعتي. قولولي ارفض انا ولا اقبل. ملوش مستقبل. ملوش لوش 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 مستقبل. ولو وافقت اتجوز ابويا يا خوفي يطمع فيا اخويا. اه يا لهوي يا خرابي يا مسبتي يا فتحتي. يا لهوتي يا لهوتي يا لهوتي يا خرابي يا لهوتي. يا 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 لهوي يا يا يا. ده ايه ده؟ ده 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 يا لهوي يا يا يا. مكبوتة. افرحي يا نسوان والنبي مالينا الا بعدينا. خدنا ايه من الرجالة غير حلقة الدقن؟ بالصلاة على النبي نحن الناس وهنقطع الرجالة بالمرة. بالمرة بالمرة يسيبونا عشان مزة ما تسوى زي القرع. درتك يا اما هتعملي ايه النهارده؟ ولا حاجه. طب ما تيجي تخرجي معايا بالليل. لا مش قادره تعبانه. طيب يا ستي على راحتك. لما رأ...